السلام مستمعينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق الشوط 14 على التوالي. أعزائي المتابعين، مشاهدين، مستمعين أينما كنتم عبر ميدان الشهيد، ها هو ينطلق الشوط المخصص لسن وفئة الحقائق. قعدان 4 كيلومترات أعزائي المتابعين مسافة هذا الشوط، أحد أشواط البطولة الكبيرة، بطولة الكويت 17 التي تنطلق في صباح هذا اليوم. يا سلام، 17 عاما من العطاء ونحو العطاء عبر هذه الرياضة، الرياضة الكبيرة العريقة، رياضة الآباء والأجداد. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا، يا من يتابع هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، أول المراكز هناك بالمقدمة وقاد محمد خالد العطية في مقدمة الشوط، المركز الثاني يليه مباشرة من وصل بهذه اللحظات عز الجيش لسعيد بن حمد بن سعيد الغفراني واصلا على المرتبة الثانية. نقل مشاهدينا إلى المركز الثالث، هناك ثمين ناصر العوضي بن يحيى المنهالي، يا سلام، واصل مع هذا الشعار. رابع المراكز المشارك دسمان مانع بن محمد بن مانع بن دواس آل بو دواس مشارك مع المرتبة الرابعة. المركز الخامس، من يتابعنا عبر الجناح الأيمن المشارك بهذا الكثب الجميل، الواصل يبدو لي بالفعل، يبدو لي سلهود، بالفعل سلهود، من وصل لحميد بن الصغير بن وني المشارك هنا، بن وني بالفعل مشارك مع سلهود بالفعل مع هذه اللحظات. إذا مشاهدين الكرام، متابعينا أينما كنتم، أعدت الفايف ستارز المتقدمة عبر ميدان الشهيد. يا سلام يا سلام أعزائي المتابعين، من يتابع تابع هذه المنافسات الكبيرة التي تنطلق عبر ميدان الشهيد. يبدو ابن وني هو من غير مع سلهود، يا سلام، على مقدمة الشوط بهذه اللحظات، مغيرا على فعاليات وزمام الأمور، منتقل مع هذا الشعار القادم من سلطنة عمان. يا مرحبا يا مرحبا أهالي عمان، مشاركين بهذا الشعار، مشاركين بسلهود المرتبة الثانية. يا سلام، وصل أيضا شعار مانع بن محمد بودواس العجمي مشارك بدسمان، يغضب بهذا الشعار لكي يشارك مع عطاءات أهالي الكويت. المركز الثالث وصل بهذا الشعار بالفعل حمد الرملي بن محمد العامري المتحد، أهالي الإمارات العربية يتابعون هذا الشعار. المركز الرابع وصل بهذه التحديات، وصل أيضا مشارك آخر ثمين للغاية، ثمين للعوضي بن يحيى المنهالي. يا السلام، المركز الخامس وصل الباز أسعيد بن عبد الله بن حمد المري، يبو يا بوي 1500 متر. يا من يتابع تابع، ويا من يشاهد شاهد هذه المنافسة القوية، هذه التحديات التي تجري عبر ميدان الشهيد. عود لي إلى مقدمة الشوط مع سلهود، يا السلام، حميد بن صغير بن وني المشارك مع أهالي عمان. بالفعل ميدان بدية يطالبونك يا بن وني المشارك مع هذا التحديات، مع هذا الشعار. يبدو لي دسمان، دسمان بالمرتبة الثانية، يبو يا مضيق الاتحاد، عبرنا عبرنا كيلو واحد. يا متابعين، يا من يشاهد شاهد، يا من يرى، هل ترى، هل ترى ماذا يحدث بهذه التحديات، هذه الرياضة الكبيرة التي تحدث عبر ميدان الشهيد، عبر بطولة الكويت 17. يا السلام، لا زال بن وني في المقدمة يقود المسيرة، يقود المعركة، لكن
لكن دسمان 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 في المرتبة الثانية. المركز الثالث وصل بهذه اللحظات، وصل بجاد بن محمد بن بجاد مشارك مع شاهين. الله 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 يا أهالي قطر مشاركين مع تحديات هذا الشعار مع شاهين، ولكن سلهود لازال سلهود لازال في المقدمة مع هذا الشوط. يا بوي يا بوي الجذاب وصل، السالم بن راشد الغيثاني المري، يا سلام سلهود والجذاب والمعركة طاحنة. الله 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 يا سلهود، الله يا آل عمان يطالبونك، لكن الجذاب الجذاب بالمنافسة يا الغيثاني يا المري. الله 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 دسمان بالوصول، معركة طاحنة. وين يا هل ترى دسمان 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 ولا سلهود، ولكن سلهود غير مع هذه اللحظات واخذ هذا الشوط. سلام سلام بدية، ميدان بدية، سلطنة عمان هنا مع حميد بن الصغير بن وني الذي حقق هذا الإنجاز بهذا الشوط. تهانينا وألف مبروك ولجميع الأخوة المشاركين، وألف مبروك. مبروك بالفعل على هذا الفوز والمشاركة أيضا من هذه المسابقات التي تعني الكثير ونجاحها وتطورها أيضا على هذا الفوز. ونقول ألف مبروك لجميع الفائزين وجميع أيضا المتسابقين على هذه المشاركة وعلى هذه النجاحات التي نتابعها بالفعل في هذه الأشواط، وكذلك أيضا هذه الانطلاقة وانتظار التايم أيضا لظهوره أيضا على الشاشة في هذه المسابقة. ونقول مبروك على مسافة 4 كيلو وعلى هذا النجاح من أيضا هذه المسابقة وأيضا متابعتها من تواصل إخواني أيضا على هذه المشاركة. اليوم طبعا ما شاء الله أرقام قياسية كثيرة أيضا في مسافة 4 كيلو، وكذلك أيضا مسافة 4 كيلو الآن نشاهدها لحصول على المركز الأول في 6 دقائق 6 دقائق و8 31. مبروك على هذا الفوز بالفعل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اخوي عادل عزيز المطيري يعني ما شاء الله يعني الارقام القياسيه كثيره، لكن نشاهدها في هذه اللونه الاخيره على حسب المضمر وكذلك ايضا تجهيز المطي. عادل نعم صحيح صحيح، تشوف ما شاء الله تشوف الاعداد متقاربه من بعض عند خط النهايه. المركز الاول ترى قريب من المركز الثاني، يعني منافسه قويه. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح. تشاهد اخوي متعب الان، شوف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس قريبه ترى من بعض ما شاء الله، يعني نعم. ما شاء الله ما بينها فرق، فكانت منافسه قويه في هذا الشوط خاصه في شوط الحقائق. يا اخوي متعب ترى هي شوط السرعه، هي شوط السرعه. ايش معنى الحقائق شوط السرعه؟ لان هي البدايه طبعا تكون ما شاء الله هي الطاقه الاقوى في بدايه ركضها، وتشوف الحقائق وتشوف المراكز ترى متقاربه يم بعض. اي ما شاء الله، يعني الاول والثاني والثالث والرابع